下车。شهد مسرح قصر الثقافة بحماة احتفالية فنية موسيقية تحت عنوان مدارات الفن. هذه الفرق الواعدة المبشرة التي نأمل أن يكون لها استمرارية في عطائها في حضورها على المسارح هي متنوعة ومختلفة بعطائها. يعني نحن اليوم سنتابع الكورال، سنتابع المشهدية التعبيرية، أيضا سنتابع الأغاني الإفرادية. هناك مجموعة كبيرة من التنويعات الفنية الثقافية التي طبعا نحتفي أن نقدمها عبر مراكزنا الثقافية، عبر المسرح القصر الثقافة بحماة. انشئت نتيجة خلينا نقول اهتمامنا بالقيم، قيمة الجمال بالدرجة الأولى يعني، والمواهب الشابة الموجودة. الحقيقة نشتغل على أنه نصقل هالمواهب هاي بحيث تقدم أفضل ما يمكن، أفضل ما عندها. شيء جميل أنه تقدم شيء يعكس ثقافتنا، ثقافة الشعب العربي السوري الأصيل. خلال الاحتفالية قدمت فرقة كورال الأطفال وكورال الكبار مجموعة من الأغاني التراثية والطبية القديمة، ثم قدمت فرقة المسرح الراقص للأطفال والكبار مشهديات تعبيرية جميلة. عندنا عرض لفرق البرنامج، عندنا قسمين، قسم موسيقى وقسم فنون شعبية. الموسيقى عندنا كورالين، كورال أطفال مع فرقة موسيقية، إضافة لكورال كبار مع فرقة موسيقية. الأغاني اللي رح تتقدم هي تراثية شعبية وعندنا نوع كلاسيكي. أما الفنون الشعبية كمان عندنا فرقتين، فرقة اليافعين رح يقدموا أعمال فنون شعبية، بالإضافة لفرقة الكبار رح يقدموا عمل اسمه أصيل. رح نقدم مجموعة من الأغاني الموسيقية الكلاسيكية. وميز الاحتفالية الفنية الجمهور الحاشد الذي غصت به مدرجات المسرح، والختام كان مع العرض الجميل أصيل وذهب.